لقد تشكلت منتجات البناء في ويستوكس عام 1976 وبدأت كشركة تبييض تشترك في ترميم البياض التراثي في أستراليا لتاريخ يرجع إلى 1969 وفي المملكة المتحدة لمدة 6 سنوات قبل ذلك. لقد قدمت الشركة بنجاح دروس عن الرطوبة الكيميائية في أستراليا، كما قدمت الأفضل بخصوص طريقة إعادة استخدام أسقف الألواح الخشبية. وفي أوائل الثمانينات عام 1980 عملت شركة ويستوكس بالاشتراك مع منظمة الكومنولث الأسترالية للبحوث الصناعية والعلمية CSIRO في تطوير الإذابة التقريبية. ثم في عام 1995 امتلكت شركة ويستوكس مصنع متخصص في صناعة الورق والألواح، والذي قام باستخدام أوراق الترشيح الصيدلية في عملية لإزالة الملح تعرف باسم الكوكون.